كليتنا، ولازم كليتنا وجامعتنا يتحرروا من الناس اللي هم اصلا كانوا زراعه للداخليه بالدرجه الاولى بدون اي حاجه، بدون تحقيق القانون اللي هو نازل، اللي اصلا بنص ان انت يتحقق معاكي في خلال اسبوع من وقعة الشغب اللي انت عملتيه. انا لحد اللحظه ما اتحققش معايا، ومكتوب في القرار اتحقق معايا مرتين او ثلاثه، ما اتحققش معايا. يعني كلمه الحق لازم تقال اينما الواحد كان وفي اي وقت. يعني ما ينفعش ان انت تبقى الدنيا كلها يعني ناس بتموت وناس بتعتق اصحابي. يعني الواحد انا قبل يعتبر قبل الفترات دي ما كانش يعني واحد ملوش اي انتماء سياسي، بس شايفه ناس بتموت وناس بتعتقل، فعشان احنا ما يبقاش لنا اي دور في اي حاجه ولا نقول حتى كلمه حق.